هذا اليوم المزيد، هذا اليوم المبارك بآيات من الذكر الحكيم نتلوها على مسامعنا. لا يرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمى النسب وما صدحت حمائم الأيك من فوق الأفانين. ولتحيا الجزائر، ولتحيا الجزائر دوما وأبدا. ربما قالوا سابقا ثورة معنى في هذه الجامعة، كيف ربما الحضور يبقى شارك الدنيا. الثورة كان فيها المجاهد، والمجاهد أصلاف، هناك المثقف، وعندما أقول مثقف في البرج هي استمرارية لثورة أول نوفمبر 54. لماذا من هذه التشكيلة؟ أولا نحن تبنينا مبادئ أول نوفمبر. رابعا أريد أن أشكر وأحيي سيد مدير جامعة الباشير الإبراهيمي على منحنا هذه الفرصة. المسجد الأعظم الجزائريين كثير يقولوا علاش المسجد الأعظم مش نديروا به المسجد كامل، وبالتالي المستعمر الفرنسي جاء تما في محمدية خطر تما في الجامعة هذاك. إلى يوم الدين سيد مدير الجامعة المحترم السيد رئيس المكتب التنفيذي للصوت الوطني الطلابي السادة نواب مدير الجامعة السادة العمداء. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، نرحب بهذا الحضور الكريم والجمع المبارك، الطلبة الكرام، دكاترتنا وإدارات الجامعة كل باسمه ومنصبه، التنظيمات الطلابية ورقابات العمال والنوادي الثقافية والعلمية، وضيوفنا الذين أتونا والذين أبوا. طلبة الكرام، أحييكم بتحية السلام، فالسلام على تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قال المنشط، محاضرتي اليوم موسومة بعنوان صرخة شعب لعزة وطن. قسمنا محاضرتنا هذه إلى ثلاث محطات أساسية. في المحطة الأولى سنتحدث عن مصطلح، وفي المحطة الثانية سنتحدث عن حادثة تاريخية حدثت في شهر ديسمبر، وهذا إحياء لذاكرة الشعب الوطني، وأن الذاكرة أو ذاكرة الشعب الجزائري لا تقتصر في 11 ديسمبر. وفي المحطة الثالثة سنحاول أن نقارن بين مظاهرات 8 مايو 1945 ومظاهرات 11 ديسمبر. وهناك قول يقول: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش. والأمن أنواع: الأمن النفسي، والأمن الصحي، والأمن الغذائي. وها هنا حينما فقدنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كالعادة الصوت الوطني لطلبة الجزائريين المكتب الولائي برج بوعريريج أبى أن يحيي ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر والتي كانت تحت شعار حتى لا ينسى الطالب ما عاناه وما قاساه أجدادنا جراء الاستعمار الفرنسي الغاشم. على مستوى جامعة محمد البشير الإبراهيمي نشكر المكتب الوطني التنفيذي لتلبيته الدعوة وحضور في هذا النشاط، ونشكر السيد مدير الجامعة والذي أبى إلى أن تقوم جامعتنا باحتفال بهذه المظاهرة وفي يومها. السلام عليكم، بصفتي طالب جامعة البشير الإبراهيمي، اليوم حضرنا المحاضرة تاع هي ذكرى تاع 11 مظاهرات 11 ديسمبر 1960. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، ونشكر مدير الجامعة ونشكر جميع المناسبة تاع 11 ديسمبر وحضر فيها كل المجالات حتى المجال الفروسية. معكم الطالب قويدرة الأمين، طالب في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وجينا حضرنا الملتقى هذا المتزامن مع ذكرى 11 ديسمبر اللي دارتها جامعة البشير الإبراهيمي إحياء وتكريما للشهداء الأبرار،
وللتذكير بقيمة ولاية برج بوعراريش ككل في التضحيات اللي دارتها باش تستقر الوطن برك.